لما صاحبك يجيب لك النتيجة قدام أبوه. أنت يالا، أنت يا كلب. نعم يا عمي. عارف نفسه إنه كلب، نزل رجلك يالا وشوف النتيجة. يا رب ما تطلع. يا نهار أسود، إيه في إيه؟ مرهم التسلخات بقى ب 13 جنيه، ده كان ب 10 بس. تسلخات إيه؟ تسلخات إيه يا حيوان؟ شوف النتيجة يالا. ما كنت جبت لي تليفون تاتش كنا جبناه لنفسنا بدل الحوجة. النتيجة تطلع وتنجح هجيب لك أحلى تليفون، إنما لو ما نجحتش ها. خلاص عارف ما تكملش. إلحق يا حاج جيب لك شايل 5 مواد. كام يا أخويا؟ يعني نجح لي في مادتين بس إيه؟ عامل لي تخفيض يالا؟ والله يا بابا أنا أنت إيه ده أنا شلطك؟ اسمع كده. تعالى.